موجودة وتم الصرف بيها، وبنوك موجودة وتم الاستدانة منها، وبنوك موجودة واحنا عندنا ديون ليها، ومقاولين موجودين وشركات بيطلبوا فلوس دلوقتي وعاملين يريدون ان يتم تثبيتهم وتشغيلهم وعاوزين فلوس. ازاي فرد واحد يواجه الناس دي كلها وما يقولهمش الحقيقة؟ الحقيقة هي الطريق الوحيد لإصلاح مسار وخريطة طريق المجلس الأعلى للآثار. نعم، أنت تحدثت عن يعني خريطة طريق جديدة، عن الاستغناء عن بعض المستشارين أو عدم في الفترة القادمة لن يكون هناك حاجة لهؤلاء المستشارين. كيف ترى هذه خريطة الطريق، أو يعني ماذا تخطط له؟ سؤال صعب جدا، لكن معلش إن الناس اللي بيسمعوني هم أصدقاء أعزاء عليا جدا، واشتغلوا مع الآثار وقدموا خدمات جديدة للآثار جدا، وقاموا بعمل مهم جدا كمستشارين للآثار. لكن الوقت اللي موجود ده ظرف صعب جدا، والآثار طبعا أوشكت على أن يكون ما فيهاش ميزانية. فأنا لما يكون عندي مستشارين ومرتب هؤلاء المستشارين يتعدى يعني عدة ملايين من الجنيهات، أعتقد أنه أولى بهذا المرتب أن يصرف على خريجين الجامعة اللي موجودين بلا عمل، والمستشارين اللي يلزموا العمل في المجلس الأعلى للآثار للضرورة القصوى على عيننا وراسنا هيكملوا معانا وسنعلن ذلك. أما مستشارين بيكملوا في الآثار لأنه هم عاوزين يشتغلوا بس في الآثار، أعتقد إن إحنا بنقول لهم شكرا، وكل الآثار هي اللي طلبت كده، مش شخص واحد اللي طلب. دكتور محمد، يعني كم هي أعداد المستشارين؟ أعتقد أكثر من 100 مستشار في الآثار، والموضوع ده بيتكلف عدة ملايين. نعم، طب وما هي النية القادمة أو الخطط يعني من جانبكم الذين تنوون التعامل معها من جانب المستشارين تحديدا؟ يعني ما هي الأعداد التي ستبقى؟ الأعداد تبقى بسيطة جدا، مش أكتر من 10 على الأقل. الباقي نعم. كله احنا بنقول له شكرا، وسيستبدل هذا العدد بالعاملين داخل المجلس الاعلى للاثار وهم اكفاء ويستطيعوا ان يقوم بهذا العمل. ممكن المستشارين يجدوا مكان اخر ممكن يكون احسن من الاثار، ونتمنى لهم كل الشكر، بس المجلس الاعلى للاثار سيستعين بابنائه من داخل المجلس الاعلى للاثار. نعم، هل تتوقع يعني بدايه هجوم على دكتور محمد بعد احاله هذه الملفات، وبعد يعني حديثك عن الاستغناء عن الكثير من المستشارين الذين يكلفون الهيئة العليا للآثار ملايين الجنيهات؟